بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. السلام عليكم. ولذلك
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون فقد انقطع المطر عن ديارنا وأصابنا قحط وجذب وبلاء فما علينا إلا أن نتوكل إليه سبحانه فأبوابه مشرعة وخزائنه ملأة مفتوحة ينفق منها على عباده فقريبا إن شاء الله مع دعواتنا وإخلاصنا وإيماننا ستشملنا رحمته ويعمنا فضله فهو القائل سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فقد قنط الناس من هذه المصيبة وهي مصيبة حقيقية التي جفت نهر النابلسي وانقطعت العيون وغارت المياه وتراجعت السدود قريبا إن شاء الله تنزل رحمة الله فقد قيل لأحد العارفين كان يكسو أن يبلغ فينا مبلغ بسبب انحباس المطر فقال بحكمة وربانية مطر القول ورب الكعبة فهو القائل جل القائل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فقد قنطنا ولذلك ما عرف جبلنا فينزل من غيثه ايها الناس ان ما يصيبنا من جهد وبلاء وقحط وجفاء سببه ذنوبنا فان لا مصيبه الا بذنب ولا عقوبة إلا بخطيئة اسمع يقول الله كريم اللهم أنت الرزاق اللهم أنت الرزاق اللهم أدرنا الرزاق اللهم أدرنا الرزاق اللهم أدرنا الرزاق واسقنا من بركات السماء وأنبتنا من بركات البحر اللهم اسقنا من بركات السماء وأنبتنا من بركات البحر اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والعدوان اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والعلم والعلم واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فاصلح لنا السماء امطارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فاصلح لنا السماء امطارا اللهم اصلح عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اصلح عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك اللهم اصلح عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اصلح عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وكفر عنا سيئاتنا اللهم اجعل اولادنا صلحاء وفضلاء اولادنا
يوفقه بينما هو وتحالوا في أعماله وفي دراسته وفي امتحاناته. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولقرابتنا ولأصدقائنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا عبادك وبهيمتك واشفق رحمتك واحيا لديك الميت، اسقنا عبادك وبهيمتك واشفق رحمتك واحيا لديك الميت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.